صباح الخير ومساء عليكم. الايفنت بتاع ابل الجديد لسه خلصان، والفيديو دوت هنقول فيه كل التفاصيل عن المنتجات الجديده في اقل من دقيقتين. يعني نبدا التايمر ونشوف هنلحق نخلص في اقل من دقيقتين ولا لا. نبدا بالايفون 15 وال15 بلس الجداد. دلوقتي بقى بيجوا بنفس المعالج اللي كان موجود في الايفون 14 برو الاي 16 بايونيك، ودلوقتي بيجوا بكاميرا جديده قويه جدا 48 ميجا بكسل بتصور لغايه 4K، وبالمعالج القوي اللي موجود والكاميرا الجديده الموجوده اظن التصوير السنه دي هيبقى فيه اختلاف كبير قوي بالنسبه للايفون 15 وال15 بلس. في كذا لون جديد من ضمنهم اللون البينك، اظن هيبقى مناسب قوي للبنات. واخيرا كل السلسله بتاعه الايفونات السنه دي بتنزل بي يو اس بي تايب سي بدل اللايتنج، ودوت هيعمل فرق كبير جدا في سرعه النقل بتاعه البيانات. دلوقتي الايفون 15 وال15 بلس بيجوا بنفس الدايناميك ايلاند اللي كانت محصوره بس السنه اللي فاتت على النسخه البرو من الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس. بالنسبه للسطوع بتاع الشاشه فالسنه دي بيوصل لغايه 2000 نتس، ودي حاجه قويه جدا هتخلي الشاشه باينه تحت الشمس. تحديث كبير في البروسيسور، في الكاميرا، في التصميم كمان. فمن رأي الايفون 15 و 15 بلس السنه دي هم ديل كويس قوي، لان هم كمان لسه بنفس السعر. الايفون 15 بيبدا من اول 800 دولار، والايفون 15 بلس بيبدا من اول 900 دولار. نلبس النضاره ونخش على الايفون 15 برو وال15 برو ماكس. واكتر حاجه تطور فيهم هم الموبايلين بقوا بيجوا من التيتانيوم، معنى كده ان الموبايل بقى اقوى وبقى اخف. بيجوا بكاميرا 48 ميجا بكسل، وفي فرق كبير قوي في الكاميرا خصوصا في النسخه الماكس، ان هي دلوقتي بتيجي بكاميرا تليفوتو بتوصل لغايه 5 اكس زوم. فكاميرا تليفوتو جديده موجوده بس في النسخه الماكس. الزرار اللي كان موجود من الجنب كان بيخلي الموبايل يبقى سايلنت، دلوقتي بقى الزرار فعليا مش سويتش، وتقدر تعمل له كاستمايز اللي هو يعمل اكشنز كتيره غير ان هو يخلي الموبايل سايلنت. الكاميرا الجديده ال 48 ميجا بكسل بتصور لغايه 4K 60 فريم في الثانيه بروريز، فيبقى الموبايل البرو هو بس الموبايل الاغلى والموبايل المعمول للناس البرو اكتر. سعر النسخ البرو برضه زي السنه اللي فاتت 1000 دولار و1200 دولار للنسخه الماكس، ولكن المره دي بتبدا من اول 256، ويعتبر نفس السعر بتاع السنه اللي فاتت. اوف دي كانت معلومات كتير قوي تحت دقيقتين. خلينا بقى نذكر شويه معلومات اضافيه حصلت في الايفنت شبه الساعه الجديده الابل ووتش سيريز 9 اللي من رايي فيها طفره السنه دي، وهي الدبل تاب فيتشر، وهي عباره عن فيتشر بتحرك صوابعك كده وتخبطهم في بعض، الساعه تعمل كذا بقى فانكشن، ترد على المكالمه، تبدا التايمر، توقف التايمر من غير ما تلمس الساعه خالص. برضو دلوقتي السطوع بتاع الساعه بيوصل لغايه 2000 نتس، وبيوصل لغايه 1 نتس لو انت في مكان ضلمه، و2000 نتس لو انت في مكان منور. فبرضو البرايتنس بتاعت شاشه الساعه السنه دي احسن. السنه دي في تطور كبير قوي بالنسبه للسيري اللي موجود في الابل ووتش، ممكن تعمل لك مهام اكتر وهتبقى اسرع، لان هي مش معتمده بس على الكونكشن بتاعت الانترنت، فدي حاجه كويسه. سعر الابل ووتش سيريز 9 بيبدا من اول 400 دولار، وسعر الابل ووتش الترا 2 ودي الساعة الجديدة برضو اللي اعلنوا عنها بيبدا من اول 800 دولار. نفس الفيتشرز اللي موجوده في السيريز 9 هي موجوده في الالترا واتش 2، بالاضافه لان الشاشه بتاعه الابل واتش ديت بتوصل لغايه 3000 نتس، ودي طبعا حاجه قويه جدا بس للمحترفين والناس اللي بتروح تعمل كامبينج في الصحراء وحاجات شبه كده، ولكن ال 2000 نتس الموجودين في السيريز 9 ديت كافيه جدا بالنسبه لي. عشان كده من رايي احسن حاجه ابل اعلنت عنها في الايفنت دوت هو الايفون 15 وال 15 بلس والابل واتش سيريز 9. بس ده كان فيديو كده جديد قصير فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تكونوا محتاجينها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وتكتب لنا في الكومنتات ايه رايك، اعمل سبسكرايب، لان احنا زي ما انتم شايفين كده في امريكا والفتره اللي جايه فيها فيديوهات كتير جدا من بره مصر، من امريكا عن تك، وفيديوهات يعني مجهزها متحمس جدا ان انا انزلها بصراحه. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. شكرا شفتوا الفيديو، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.